مطعمنا اليوم من وين؟ من ماريز. اكثر شاورما جاء عليها مدح، اكثر شاورما ريان يحبها. عطني 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 مشروع شاورما. هذا اكثر شيء عليه طلب والناس يحبونه. ورهم كيف تكميره الخبز يا الله قمره. اول مره ادوق زي كذا. بسم الله. الخبزه خفيفه، ذكرني بخبز القرصان. هذه بيلا ثوم. كويس نسى الكاتشب. كاتشب شوي حلوه ولا لا؟ بالله كيف؟ والله روعه. انا من زباين المطعم ذا. الشاورما ذي بعتمدها انا. اللي بعده. اي انا عجبني اي شيء فيه مشروح. مشروح. يا اخي عشان تتكلم بسرعه يا ولد. الحمد لله اني فيه. هاي طلعت بعنوان مشروح. لا لا ما ابغى. كباب لحم. ما في صاج؟ شاورما صاج؟ نص صاج. هذه صاج شاورما. هذه مليانة. هذا محبينها. شاورما فيها فلسفة. بعدين الشاورما فيها تقميرة كذا حلوة. ما هي ناشفة. عجبتني. وش تبغى؟ نبي شاورما بايكس. في مراهيف. مراهيف هذه وشو؟ وش ذي المراهيف؟ ما أدري. وشو ذي؟ عبارة عن إيش؟ شكل فيها جبن ومع شاورما. شاورمتهم إبداع. هذا سبايسي وهذا دبس رمان راكان شكله حلو. خلينا نجرب صوص دبس الرمان. كيف المراهيف؟ خفيفة صدق على اسمها مراهيف. هذا بصوص دبس الرمان. دبس الرمان شيء. اوف 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 شوف شوف دق هنا. طلب هذا يعتمد. مراهيف والله روعة. دبس الرمان معطي نكهة حلوة. لا اسطورية ذي. خبزهم خفيف مره ما يغثك. والله روعه. مطعم مره ممتع مبدع جدا. جبن؟ ايه حاط جبن. حاطين جبن مع صوص مع شاورما في المراهيف. شاورما بايت. هذي حاطين خبز البطاطس. اوف لا لا هذه بسم الله كذا. هذه والله انها ثقيله. امس شف 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 شف. اوح تحسبها فاضي ها؟ لا كذا محشيه شاورما ومقمر الشاورما حاطين خبز البطاطس. شكلها لذيذه. لا شوفوا كيف. شوف اذا تبي تقسمها. اقسمها. يا ساتر. شوري مقمره صح؟ ابي كاتشب. اي والله هذه تبغى كاتشب. بس ناقصها شيء. وشو؟ كاتشب وينه؟ وينه؟ خذ. صدق وينه؟ نظفتها انت وما ادري وين وديها. اقعد. جديد. يا ساتر الكاتشب. اوه. مكثر والله. احلى شيء، احلى شيء كثر كاتشب مع شاورما. يا الله هذه الخبزة طرية. شيء هذه شوي نوبايتس مرة عجبتني مع مشروع. ما في مشروع. مش دخل مشروع الخبز مشروع. خبز شوي نوبايتس مع مشروع. مع قصدك الطلبة الثانية. اوكي شو تقصد شاورما مشروع؟ خبز المشروع عجبني مرة. هذا الطلب مرة حلو والله كله حلو. والله المراهيف هذه توب. والله وقفت التصوير بس بكت بعد التصوير مشروع كباب لحم. يا لطيف يا لطيف اقسم بيت الله المشروع كباب لحم ولا بالخيال. عطني الدجاج ما توقعت المشاوي كذا. انا والله المفروض المطعم الحين يعطيني عموله قاعد اسوق لهم. والله اني وقفت التصوير على خلاص شاورما قال الا تذوق كباب لحم. يا لطيف هذا كباب دجاج. لا لا المشاوي حاجه ثانيه. بسم الله بالله صدق. والله الشاورما والمشاوي بعد اوف اوف اوف. والله المطعم هذا ابداع. والله مره روعه. والله اني كنت اطلبها من سنه او اكثر من زمان وانا اروح للمطعم هذا.